متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا لكم. اليوم 1 جوي 2021 عقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورة استثنائية له، وهي آخر دورة قبل الانتخابات الجماعية اللي المفروض أن تدار في 8 شتنفر 2021. قبل أسابيع عقد دورة عادية، واليوم عقد دورة استثنائية للحسم في مجموعة من القضايا اللي بقات عالقة. من بين هذه النقاط هذه الرفع من المساهمة المالية ديالو لشركة كازا ترونسبور، وأيضا من أجل يعني الحسم في التصميم التعديلي لسيدي بيوت، وأيضا مجموعة من القضايا الأخرى. قرر مجلس مدينه الدار البيضاء رفع من المساهمه الماليه ديالو لشركه تنميه الدار البيضاء المحليه الدار البيضاء للنقل، اشنو رايك؟ هذا الموضوع هذا مهم جدا، لان كتعرف مثلا القنطره ديال الموحدين كانوا عده مساهمين، من ضمنهم شركه وصال من باطقه على وزاره ديال الجيز. شركه وصال كان خصها تساهم ب 18 مليار باش نكملوا هذيك التغطيه ونكملوا المشروع، ما كملاتش، عندها صعوبات معينه. كتعرف هذوك الشركات كانت دارتهم للقطاعات العموميه باش يساهموا في انجاز مجموعه ديال المشاريع ديال التنميه في جميع المدن ديال الدار البيضاء، منهم جميع المدن ديال المغرب، منهم مدينه الدار البيضاء. بالتالي هناك واحد النقص كان خصنا حنا نلتفتوا لان هذا مشروع هيكلي ومهم بالنسبه للدار البيضاء، كان خصنا حنا نرفعوا ونزيدوا في هذه القيمه هذه نرفعوا منها، اولا باش نكونوا مساهمين ويكون عندنا القرار، ثانيا باش ندفعوا بجميع المشاكل المشاريع اللي هي عندها خصائص في الماليه، ان نعاونوها باش نكملوا المشاريع اللي هي مهمه، خصوصا المشاريع اللي توقعت امام صاحب الجلاله. بين هاد النقاط اللي تشوف السؤال ديالكم كتعلق برفع من المساهمه ديال المزيج ديال الجهه خصوصا، وحتى مزيج ديال جامعه الدار البيضاء في راس مال شركه كذا للنقل. وهذه المساهمه ديالنا اللي غنرفعوها ان شاء الله، اولا من اجل باش تمكن الشركه من اتمام المشاريع المهيكله والمهمه داخل الجامعه ديالنا، وخاصه المشاريع اللي كتبرمجات سابقا في اطار ما يسمى بالبي دي جي سي اللي هو برنامج تنميه الدار البيضاء الكبرى. ولكن المفروض ان يعني الميزانيه المخصصه لهذه الشركه باش دير هذه المشاريع راه كاينه، علاش تتم دائما الزياده في هذا؟ طبعا هو الاشكال اللي وقع لنا بخصوص هذا المشروع هذا، وخاصه المشروع اللي حنا من اجله كان غادي نزيدوا المساهمه ديالنا فيه، هو المشروع ديال النفق ديال الموحدين اللي تم فتحوه مؤخرا، لان فيه مجموعه ديال الشركاء، عده شركاء. من بين الشركاء اللي كاينين كاين الشركه ديال 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 الشركه اللي كانت من غير شركة من غير كازا ترونسبور، من غير البيئه، عفوا من غير شركه التنميه ديال الدار البيضاء ضميناجمون، كاين عندنا المجلس ديال جامعه الدار البيضاء والجهه وغير ذلك. فكاين شركاء اخرين اللي عزوا انهم يؤديوا المساهمه ديالهم، الى حين ان شاء الله توصلوا بمساهمه حنا خصنا نسويوا الوضعيه الماليه ديال هذا المشروع هذا. القانون المؤطر ديال الشركات التنميه المحليه تيقول بان بالنسبه للجماعه الترابيه اللي تحاول تخلق مجموعه من الشركات ديال التنميه المحليه على الاقل يكون 34% هي مساهمه ديالها، لان قبل كانت 25% و25% لا ترقى الى اننا نضع بعض الشركات للتنميه المحليه الى مصاف انها شركه تنميه محليه تابعه او نمط من انماط التدبير ديال المجالس الترابيه او مجلس مدينه الدار البيضاء. ولكن البعض الذي يقول بان الزياده في الثمن خاص يكون ما يبرره في الرفع من المساهمه تاع المجلس في الشركات بحال هذه الشركه. هو المساله هي قانونيه اكثر ما هي انها التبرير ديالها عباره عن دخ يعني مبالغ او اعتمادات لهذه الشركه، وبالعكس هو فقط هو مش كان الجانب القانوني يعني يستدعي ان الرفع من راس المال او الكابيتال ديال هذه الشركه. كاين من بين النقط ايضا اللي مطروحه القضيه تاع تسمية التهيئه تاع التعديلي تاع سيدي بليون، علاش النقطه بالضبط وشنو السبب؟ نعم، هو كما يعلم الجميع ان في القانون دائما تصاميم التهيئه كتكون مدتها 10 سنوات، من بعد انقضاء 10 سنوات لابد من تغيير تصميم التهيئه. اليوم توصلنا بجوج ديال تصاميم التهيئه ديال جوج المقاطعات، كنا توصلنا بديال الحي الحسني وبديال سيدي مؤمن وبديال البرنوسي سابقا، ورحنا درنا في مبدا الراي في دوره سابقه، ودابا الان حنا غنبداو الراي ديالنا طبقا للقانون في تصميم التهيئه ديال سيدي بليوت، اللي هو تغيير تعديلي فقط، تعديل بعض الامور، وانما ماشي تغيير كلي غير جزئي تعديلي. ما هي التعديلات اللي هاد التعديلات كتهم اساسا تسويه بعض العقارات وبعض الدور. كيف كنعرفوا ان سيدي بليوط هي من المقاطعات اللي هي تعتبر المدينه العتيقه وفيها اشكالات كتهم الدور الايله السقوط وغير ذلك، ولا بدا من هاد التعديلات باش نقدروا نسيروا هذاك خاصه المحج الملكي. واش تقدمت لكم شي تفاصيل حول التصميم التعديلي تاع التصميم التهيئه تاع سيدي بليوط؟
بالنسبه للمشكله بالنسبه لسيدي بليوط لم نتوصل بهذاك التصميم ديال التهيئه ديال سيدي بليوط، في حين ان الوكاله الحضريه تدير فقط اجتماعات مع المقاطعات مع مجالس المقاطعات، ويتم النقاش من خلال مجالس المقاطعات، في حين ان مجلس مدينه الدار البيضاء ما تيناقش هذه النقاط. دابا كتعرف بان لسمتي كان لسونداك وكان التصميم التعديلي كانوا مواضيع هما ملتصقين بعضياتهم، كتعرف بان التصميم ديال سيدي بليوط اهم حاجه كانت فيه هو الممر ديال الحسن الثاني، لان كتعرف التهيئه ديال الساحل دابايا خصوصا امام مسجد الحسن الثاني، بالتالي هذاك الممر كان مهم لان غادي يعطي واحد التنميه للمنطقه وغيعطي واحد الرونق واحد الجماليه، بالتالي كان خصنا نعدلوا هذاك يخرج هذاك القانون مع التعديلات مع التصفيه ديال شركه صنداك باش يكونوا المشاريع كلها مهمه. في اي مره تتعرض نقطه تتعلق باعاده هيئه شوارع مدينه الدار البيضاء تتم الحديث عن نفس السيناريو علاش تتم شركه الدار البيضاء للتهيئه وايضا مجلس المدينه بالشوارع اللي ستوجد في منطقه المعارف سيدي بليوط انفر ويتم تهميش شوارع اخرى اللي ستوجد في مناطق اخرى، لكن الراي هناك راي اخر تقول لا بالعكس في خلال الولايه هذه تم تهيئه مجموعه من الشوارع اللي ستوجد في سباته البرنوسي عين السبع مولاي رشيد. من اجل استفسار حول هذه القضيه طرحنا السؤال على مجموعه من المنتخبين كل واحد لادلى بالراي ديالو. نقطة أخرى تعرضت على أنظار المجلس هي قضية تهيئة تاع الطرق، ولكن تتعرض هذه النقطة بدون تفاصيل، واش غادي يكون الطرق في مولاي رشيد في سيدي عثمان ولا غادي يكون دائما التركيز على المعارف أنفا ديك المنطقة الحية في المدينة؟ هي الدورة ديال الاستثنائية هي كانت الدورة ديال الدقيقة 90، هي دورة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمالها غير مبررة، لا تستنبط يعني وجود منطقي لمجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها البيضاوي وين البيضاويات، ما فهمناش كنا بالاحرى اننا عندنا مجموعه من النقط مهمه جدا تتعيشها مدينه الدار البيضاء دابا كاننا ندرجوها في هذا. احنا فرحنا من سمعنا ان هناك دوره استثنائيه، قلنا ربما المشاكل العالقه اللي بقات في مدينه الدار البيضاء سيتم يعني ادراجها على الاقل حفاظا لماء الوجه فيما تبقى من هذه الولايه الحاليه، لكن للاسف كان هناك حيف لمجموعه من المقاطعات، دائما العداله الترابيه او العداله المجاليه لم يتم احترامها، بعض المقاطعات كانت محظوظه دائما في جميع الدورات انها تكون مدرجه النقط المدرجه في جدول الاعمال تخص هذه المقاطعات، وفي حين انها تستثني مقاطعات اخرى، ناهيك ان بعض المقاطعات كمقاطعات عين السبع ربما ما شفناهاش في جدول الاعمال ديال الولايه كامله، فيما تنتكلموا مع الساده الاخوان ديال المكتب المحلي تيقول لك راه المكتب المسير تيقول لك راه المقاطعه خصها تدرج لينا هذه النقاط، وحنا ماشي ذنبنا انني يكون عندنا رئيس مقاطعه كسول ولا هذا، ولكن حنا راه هذا هو اللي تنتكلموا على وحده المدينه، ما تبقيناش نشوفوا رئيس المقاطعه وهذا، وحده المدينه هو اننا تكون نظره شموليه ل 16 مقاطعه اللي تتشكلها مدينه جامعه الدار البيضاء، وانها تكون يعني الاعتماد تكون بطريقه عادله الجميع للمقاطعات وتم أنشطة ولا اتفاقيات ولا الشراكات ولا كذلك المشاريع تكون مدرجة، ولكن للأسف لم يكن هناك يعني هذه المساواة بين المقاطعات 16. وبالنسبة للتهيئة ديال الشوارع حنا ملي كندوزو الاتفاقية هي كتكون اتفاقية ديال الإطار، وبالتالي كيكون في اللجان ديال التتبع على مستوى المقاطعات كيكون واحد التفاهم باش كل مقاطعة كتعطي البرنامج ديالها، حيت إلا جينا نحددوا بالضبط الشوارع اللي خصنا نديرو غيكون ربما نقدو المقاطعات تبغي تغير البرامج ديالها، وبالتالي حنا درنا هاد المقاربه ديال كنحاولوا ندوزو تهيئه الشوارع بشكل عام وكيبقى في اطار تتبع المواكبه مع المقاطعات انهم كيحدوا الشوارع اللي كيبغيهم يتنجزوا. هذا موضوع ديال العداله كنقولوا العداله الترابيه، لان داخله في الحكمه الجيده كتدخل فيها العداله الترابيه ان يكونوا استثمارات على مدينه الدار البيضاء كامله، احنا ما يمكن فينا حتى واحد فينا ما يمكن لا يختلف اثنان بان الدار المعارف ولا سيدي بليوط هذا هو قلب الدار البيضاء والاستثمارات كلها مشات لها. مساله طبيعيه لان هذو الاستثمارات ديال اللي توقعوا كما قلت امام صاحب جلاله النصر والله، بالتالي المشاريع كلها كانت تما، لان مدينه الدار البيضاء غتكون مدينه خدماتيه ومدينه ديال الماليه وقطب مالي كبير غيكون في هاد البلايص هادو، ما نساوش بان عاوتاني كاين مجموعه ديال الشوارع اللي تهيئوا في داخل مدينه الدار ومداخل ديال مدينه الدار البيضاء، وتهيئوا مناطق كبيره مثلا البرنوصي راه غدير فيها مدينه جديده، الحسني راه دارت فيها مدينه جديده، الهراويين دابا راه ضافت وكتم اعاده الهيكله ديالها بمبالغ ضخمه جدا، غتكون الدار البيضاء
كنظن بان غادي تمشي للامام. هناك كما كنقول دائما هناك خصائص خص القطاعات العموميه خصوصا وزاره الداخليه والماليه تعاون شويه بالفلوس، لان مدينه الدار البيضاء ماشي كباقي المدن، فيها كثافه سكانيه كبيره، فيها حركيه كبيره، بالتالي خصنا مجموعه ديال الامكانيات باش نكملوا المشاريع اللي كنطمحوا لها كاملين حنا كمنتخبين وكساكنه وكمجتمع مدني وكاعلام.